على قدر النادي الأهلي، على قدر التاريخ، على قدر الحاضر، على قدر المستقبل. ما لما تيجي تتكلم عن التاريخ في الكرة لازم هتبص وهتلاقي النادي الأهلي، تتكلم عن الحاضر هتلاقي النادي الأهلي، وانت شايف برضو المستقبل إن شاء الله يكون للنادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي دائما صناعة الحدث، ويجي البعض يسأل هي فين الشعبية، هي فين فكرة الإحصاءات اللي بتقول، فين اللي يثبت إن جماهير النادي الأهلي هي الأكثر شعبية في مصر؟ لا، ده أنا النهاردة بقول لك أنا الأكثر شعبية في الوطن العربي بدون مبالغة وبدون جدال وحتى بدون منافسة. النادي الأهلي بيحصل على جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط في استفتاء جماهيري، استفتاء مهم جدا من الاستفتاءات العالمية اللي بيحضرها نجوم العالم. وزي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيتسلم جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط. كان في صراع بالتأكيد ومنافسة مع أندية عربية كثيرة، يمكن على رأسها كان الهلال السعودي وجماهير الهلال السعودي، ولكن من الآخر كده قدام النادي الأهلي ما تقفش، قدام جماهير النادي الأهلي ما تفكرش، لأن هو ده النادي الأهلي اللي على مدار تاريخه جماهيره دائما هي البوصلة، هي كلمة السر، هي المحرك، هي أجنحة النسر، شعار النادي الأهلي. طبعا لقطات زي ما حضراتكم شايفين من الاستلام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الجائزة، وزي ما بقول لحضراتكم دي جائزة تمت عن طريق الاستفتاء الجماهيري، وجماهير النادي الأهلي بتكون دائما في أي استفتاء هي العلامة المضيئة، هي العلامة اللي بتقدر توصل النادي الأهلي لمكانه الطبيعي. فما ينفعش يا جماعة في أي استفتاء يكون جماهيري وتيجي تلاقي النادي الأهلي هو المتصدر، هو رقم واحد، والبعض يجي يحدثنا ويقول لك هي فين شعبية النادي الأهلي، لأن ده بالنسبة لي كلام عبثي بشكل كبير جدا. يبقى النادي الأهلي دائما رقم واحد في التاريخ وفي الماضي وفي الحاضر إن شاء الله، بمبادئه وموروثاته، بتاريخه، بمسؤوليه على مستوى يعني التتابعي للسنوات، سواء من بداية إنشاء النادي الأهلي حتى الآن. يا فارس أعتقد الكل بيقوم بدوره بشكل واضح وواحد، رسالة واحدة، إحنا رقم واحد. صحيح يا أسامة، إحنا رقم واحد، أكيد الأهلي رقم واحد. عايز أقول إن المشهد بتاع التتويج النادي الأهلي في الإمارات بأفضل نادي في الشرق الأوسط، وزي ما أسامة قال لكم وسط وجود أندية كبيرة لها تاريخ لها عراقة، هنا أنت بتوصل رسالة. وأنا عايز أقول يا جماعة، أنتوا واصلكم الرسالة بجد؟ واصلكم الصورة بجد؟ واصلكم الحدث بجد؟ وكابتن محمود الخطيب ودكتور سعد شلبي وهذا المشهد وسط الكبار بجانب العظام، جنب فابيو كابيلو، جنب جون تيري وكريستيانو رونالدو على منصة التتويج، وغيره من الأندية بتتوج في جايزة، موجود السيتي في التتويجات، موجود أندية كتير جدا. واصل الفكرة، واصل المشهد، يعني أعتقد الرسالة أكبر من فكرة تتويج النادي الأهلي بجايزة، لأن أنا بقول دايما إن النادي الأهلي القصة بالنسبة له مش مجرد جايزة، القصة بالنسبة للنادي الأهلي مش فوزه بجايزة جديدة. أنا بشوف إن أي تتويج للنادي الأهلي التتويج بيزداد جمالا بالنادي الأهلي. ولكن اللي أنا عايز أقوله يا جماعة، ما ناخد بالنا، هو ليه أنا حاسس إن عيب إن إحنا ندي الأهلي حق؟ هو ليه أنا حاسس إن الناس بتتكلم في تتويج الأهلي بالجايزة دي على المستخبي؟ اللي هو إيه ده؟ النادي الأهلي خد جايزة في الإمارات كأفضل نادي في الشرق الأوسط، تمام، اقلب اللي بعده خبر. لا، هي مش اقلب. ولا مش اللي بعده. عارف ليه؟ لأن مفيش بعده. والله زي ما بكلمك كده، مفيش بعده. مفيش اقلب اللي بعده، إيه اللي بعده في الكرة المصرية؟ ايه اللي بعده؟ فين؟ مفيش. النادي الاهلي في حته مش تانيه، النادي الاهلي في حته 10، النادي الاهلي في حته مليون. مقارنات غريبه، ومحدش مدي الحدث حقه، ومحدش مدي النادي الاهلي حقه في مشاركات كاس عالم للانديه.
في تتويجات بأفريقيا في 4 نهائيات بتلعبها على التوالي. كل ده النادي الأهلي مش واخد فيه حقه. أنا حاسس إن الناس مكسوفة تشيد بالنادي الأهلي. الناس مش قادرة أو مش عايزة تقول إن النادي الأهلي في حتة تانية، لسه عمالين نسمع مقارنات مضحكة، وهات من الشرق وهات من الغرب وحط أي حاجة للناس في رغيف. الفكرة إنك تحط ده جنب النادي الأهلي. الفكرة إنك تحط مقارنة مش منطقية، محدش يستوعبها. تعال بص للوضع، شوف الجايزة انعكاس لإيه. شوف إن أنت عندك ربع قرن كامل تقريبا داخلين عليه محدش عارف التتويج بدوري أبطال أفريقيا غير النادي الأهلي يا جماعة. هو إحنا مكسوفين نقول ده؟ مكسوفين نقول إن مفيش نادي في مصر لعب كأس عالم للأندية ولا مباراة غير النادي الأهلي؟ مكسوفين نقول إن مفيش لاعب مصري خد جايزة أفضل لاعب داخل القارة على مدار آخر ربع قرن غير من النادي الأهلي؟ في إيه يا جماعة؟ ما تدوا النادي الأهلي حقه، وادوا النادي الأهلي قيمته، وادوا النادي الأهلي مركزه اللي يستحقه. لما تيجي تبص على الأخبار مش على قدر تتويجات النادي الأهلي. أعتقد النادي الأهلي بيوصل رسالة. النادي الأهلي هو البداية، هو النهاية، هو الليلة في أفريقيا وفي مصر. مبروك للنادي الأهلي، وكانت لفتة رائعة من كابتن محمود الخطيب إهداء الجائزة للجمهور والوزير السابق السيد العمري فاروق. شيء في منتهى العظمة والجمال يا أسامة. رسالة يعني بتقول النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب لديهم تقاليدهم الخاصة. بالتأكيد، وده مهم جدا، مهم جدا ان انت وانت على منصة التتويج تبقى عارف كويس قوي دور رجالك. ويمكن كانت رسالة من الكابتن محمود الخطيب قدم فيها الشكر طبعا لجماهير النادي الأهلي، وزي ما بقول جماهير النادي الأهلي دايما وأبدا هي المحرك، ولكن لم ينسى على الإطلاق توجيه الشكر بشكل احترافي وبشكل أيضا بينم عن صداقة الزميل والصديق الأستاذ العمري فاروق، واللي بيمر بمحنة كبيرة جدا جدا اتكلم عنه الكابتن محمود الخطيب وأهداه هذه الجائزة، لأنه بالفعل هو شخص من صناع الحدث، هو شخص مسؤول. نتمنى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الشفاء العاجل للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والعودة من جديد للقطات كانت كلها روح الفانيلا الحمراء في المدرجات والمساهمة في صنع مجد حقيقي للنادي الأهلي. إن شاء الله يعود بسلامة الله بإذن الله، يعني سليما معافى إلى أهله وإلى بيته، بيته الكبير، بيته النادي الأهلي. فمبروك لجماهير النادي الأهلي، وده العادة حقيقة، ده العادة. ويمكن فارس انفعل شوية على فكرة عدم منح البعض يعني حق النادي الاهلي، اعتقد احنا اعتدنا على ده. انت شفت فين بجد والله؟ ما مش هتشوف، لان احنا اعتدنا. ده انا امبارح ببص كده مفيش خالص، عارف كله تناولها خبر في ثانية. اعتياد واعتياد واعتياد، ومش معنى ان احنا اعتيادنا ان احنا هنسكت عن طبعا الفكرة دي، لكن بالتأكيد النادي الاهلي بيجبر الجميع اما على الصمت. يعني اصل انت بص، النادي الاهلي ده وقت الاخفاق بتلاقي الاصوات بتعلى بشكل كبير جدا جدا جدا، والكل كانه بقى متابع فقط لا غير في وقت الاخفاق. لكن النادي الاهلي هو اللي قادر بادائه واداء منظومته الحقيقه الاحترافيه ان هو يجبر الجميع اما على الصمت او الاشاده. انت مع النادي الاهلي ما قدامكش غير الحل ده، يا اما تصمت وقت الانجازات وما اكثرها الحمد لله، يا اما تشيد وتركب بقى معانا قطار الاشاده. بس اعتقد جماهير النادي الاهلي عندها من الوعي الكافي صحيح، اللي تبقى فاهمه قد ايه مين اللي بيركب الموجه وقت الانتصارات ووقت الاشاده، ومين اللي مع النادي الاهلي منصف. والمنصفين الحقيقه قليلين جدا، لان الانصاف بالنسبه لوضع النادي الاهلي هو ممكن التعرض لمنافسي النادي الاهلي. وانا بعتذر عن كلمه منافسي النادي الاهلي، لان انا بشوف ان اقرب منافس للنادي الاهلي هو النادي الاهلي نفسه.